دي فوق فورورد ودي على طول انما النيران الصديقه تاتي الرياح بما لا تشتهي. معلش معلش نروح. ده هدف اول بعد 12 دقيقه. الكره خبطت في الدفاع اعتبرها ان رقم 2 نايل كبناس اللي لعب الركنيه هو اللي اخذها اهو راجع مسجل اول الاهداف. وادي الركنيه اتلعبت وتخبط الكره في راس مارادونا. معلش يا مارادونا جات اكتر من رايحات بنتعلم ياما ياما حاجات كتير قوي بنشوفها. معلش هي خبطت اهي عفوا قدر الله لفريق سيلتا فيجو. شايفين حتى الاكاديميه اللي بتلعب في البطوله عامله زي منتجع رياضي، يعني في ملاعب في اماكن ناس قاعده تحت الشماس قاعده بتستمتع. وادي مردود الكوره من محمد السيد وبيسجل فيها اللاعب رقم 15 ديفيد باريرو. لا هو ده عمار تقريبا اللي واقف، عمار هو اللي نزل، عمار مصطفى حارس الاهلي اللي غير، وباريرو ديفيد باريرو بيسجل الهدف. ادي ملعوبه من سلجادو ترد من عمار ينزل ويحطها نموذج جميل اهو اهو على طول نزل وسجل هدف هدف حلو. بيتقدم سيلتا فيجو على الاهلي